مرحبا، اليوم راح نتكلم منكم عن علاج سرعة القذف أو شلون نأخر القذف. طبعا هذا العلاج هو على شكل بخاخ زي الكائن 9% استخدامه قبل ربع ساعة، قبل ربع ساعة على العضو، أربع بخاخات على الجذع وعلى المقدمة، وراح يكون استخدامه قبل ربع ساعة يلا يجيب لك نتيجة، فراح تشوف فرق كلش هواي وراح يأخر لك القذف بشكل ممتاز. يعني كل ما يزيد الوقت عن ربع ساعة عن 15 دقيقة راح يشتغل أكثر، هي تقريبا هو يبدي يشتغل مدة يعني تقريبا من 5 دقائق إلى ربع ساعة، بس ورا ربع ساعة راح يكون شغله أكثر فعالية، يعني راح يكون فعاليته أكثر خلال بعد الربع ساعة. استخدامه مثل ما قلنا 4 بخاخات وسعره مناسب، ويعني على الجذع وعلى المقدمة بخاختين بخاختين، وسعره يعني ما يتجاوز 5000 دينار على في أمان.